السلام عليكم الأستاذ مدير مهرجان الربيعي للأزياء في دورته الثالثة الأستاذ إبراهيم أخشان. الأستاذ إبراهيم أخشان، ما هي ارتساماتكم للمهرجان الربيعي في دورته الثالثة؟ وعليكم السلام، شكرا للاستضافة لكم والحضور ديالكم لتغطية المهرجان الربيعي للأزياء في الدورة الثالثة ديالو، اللي كيف قلتي شنو هما المميزات ديال المهرجان الربيعي أو الجديد فيه. بالنسبة للمهرجان الربيعي الجديد فيه هو ضفنا ليه واحد اللمسة ديال ميس كارتون، يعني ملكة جامعة القطن المسابقة وسط المهرجان، وهو الهدف منه هو همزة وصل كيف تنقول ديما بين المصممين على الصعيد الوطني، باش يبرزوا المواهب ديالهم ويعطيونا الجديد ديالهم في مجال تصميم الأزياء. نعم، أستاذ كيف مرت الأجواء؟ الأجواء من ناحية التنظيمية مرت مزيان، ومتى من ناحية الفنية تبارك الله، يعني كان تجاوب مع الفنانين ومع الجمهور. نعم، في نظرك ك ك كواحد من لجنة التحكيم ديال، وهل كانت لجنة التحكيم ناصفة أو كيف كنقولوا نزيهة في اختيار العريضات؟ للإشارة، أنا كنت في لجنة التحكيم في الدورة الأولى، أما في الدورة الثانية فكانت ابتسام المومني هي اللي توكلت لها مهمة اختيار ملكة الجمال، باش حنا نخرجوا من الشبهات وما يقولوش بأن المنظمين هما اللي اختاروا. هل كان الكل راضيا على النتيجة؟ أكيد أي مسابقة فأي واحد تقصى إلا تكون عنده بعض الارتسامات ديالو، يعني في أي مجال ماشي غير في مجال ديال المسابقة ديال ملكة الجمال، أي مسابقة ثقافية فإحنا كنلقى واحد تقصى إلا تيقول راه أنا، ولكن إحنا وكلنا السيدة اللي تكلفت بالانتقاء باش وكل شيء على اعتقها هي، إحنا ما عندناش شيء. أستاذ قول لي، غير بالنسبة للرسوم المشاركة، واش تيكونوا رسوم مشاركة ولا غير كيدخلوا هكايا بلا رسوم مشاركة؟ بالنسبة للرسوم المشاركة غادي تقدر تجاوبنا عليهم المشاركة اللي معنا، تقدر تجاوب على هذا السؤال هذا، لأن أنا إذا قلته غادي يكون هو في، إذا رجعنا للإعلان ففي الإعلان مكتوب تمام المشاركة، ولكن فقط خلي هي تجاوب على هذا السؤال هذا. نعم، السلام عليكم أستاذة، ولا نقول ملكة جمال مراكش 2019. بخير، بالنسبة للكاستين كان إعلان لقيته عن طريق الإنترنت في صفحة الفيسبوك، وتسجلت فيه، دوزنا الكاستينغ، ما كانش تأدية الرسوم، كانت من بعد القبول ديالنا، يعني حتى داز الكاستينغ عاد تقبلنا وبخي عاد خلصنا الرسوم، يعني الرسوم كانت رمزية باش في الكاستينغ، في دور الكاستينغ تيكون رسوم يعني غالية ومكلفة بزاف، ولكن هذه المسابقة كان اشتراك رمزي، يعني الثمن كيتقدر ب 200 درهم، 200 درهم اللي هو ثمن رمزي. بالنسبة للمسابقة كانت دات الكاستينغ في أحسن ما يرام، وكنا تقريبا شي 52 أبخي ولينا 17، وكان هادشي اللي دات الأمور مزيانة، شهر ديال الخدمة، خدمت معنا الأستاذة ليلى وعزيز، خدمت معنا وسهرت معنا ونصحتنا وتعلمنا منها بزاف ديال الحوايج اللي استفدنا منهم وعطاتنا من التجربة ديالها، وما خلاتش علينا حتى شي حاجة، الشكر الجزيل لها. لبنى المغرب، ملكة جمال مراكش 2019. وبعجالة بتنهضر بعد ما الأستاذ أنا يا إبراهيم تعرفت عليه، لأنني كنت كنشارك في المهرجان الربيعي عنده، وفي هذه الدورة بالذات اقترحت عليه باش نتعاون معاه، وكان تعامل وخدمة وخدمنا بجوج على هاد النقاط، وكنا كنشكلوا واحد الثنائي اللي خلى هاد المهرجان ينجح. بالنسبة للأجواء كيف كانت،
من طبيعه الحكايه كاي مهرجان كتكون فيه اجواء مزيانه وكتكون اجواء خايبه ولا كنقولوا حزينه. كانت بعض الثغرات كي كنقولوا بعض الناس اللي كيهضروا ورا الكواليس، ولكن ما كيهمناش لان حنا ناس نزيهين، اللجنه كانت نزيهه وما كاينلاش نقولوا باللي راه كانت اللجنه غير ناصفه، بالعكس كانت ناصفه. وانا راضيه من هذا المنبر على الاختيارات اللي اختارت اللجنه. احنا كمنظمين ما كان لنا لا دخل ولا والو، احنا رشحنا خمسه الاسماء قدمناهم لهم واللجنه هي اللي اختارت من دوك الاسماء، من دوك الاسماء هي اللي اختارت. فعلا شافوا باللي الاخت لبنى كتستحق التتويج، قالوا لنا علاش، حنا تفهمنا ولقينا هذاك صائب. الاخت فاطمة الزهراء اللي تكلموا عليها الناس بزاف، حنا كنشوفوها بانها كتشكل وكانت عضوه في المجموعه، واخا كيقولوا راه جات من بعد، ولكن راه انسانه اللي خدومه واللي خدمات اللي بغات تخدم وبشهادات الجميع. وانا متاكده والايام غتبين لكم باللي انا غتكون سفيره القفطان المغربي وغتعرف فيه بشكل لاق في المجر. استاذ ابراهيم اخشان، بالنسبه للمهرجان النسخات ديالو السابقه كان نسخ ناجحه وفات الدوره الثالثه عاوتاني كانت ناجحه، بغينا نعرفوا واش كاين دي سبونسورينغ ليكم. شكرا على هذا السؤال، هذا اللي جا في محله، وبغيت نوضح هذه النقطه هذه بالضبط، بان المهرجان الربيعي للازياء كيعتمد على راسو براسو الدعم. فتنا تقدمنا الدوسيات للغرفة ولا المجلس الجماعي، ولكن ما كاينش شي دعم اللي هو مباشر، كاين إلى بعض التقديمات اللوجستيكية ولكن بشروط بأن يكون تحت رعاية بعض الجهات ما غاديش نذكرهم، يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي غادي تزيد إضافة للمهرجان. بغض النظر على المصممات اللي عطاو واحد المشاركة ديالهم اللي هي ماشي مشاركة كبيرة، نقدر نحط الثمن ديالها اللي هو واحد الألف درهم ديال المشاركة، يعني إذا شاركوا معنا خمسة المشاركات إلى جمعنا غادي نلقاو 5000 درهم ديال جيبولي. وبالنسبة لملكة الجمال تا هما ساهموا معنا بواحد الرسوم ديال المشاركة اللي هي 200 درهم، إلى جينا نحسبوا تا هما 14 فهي واحد الرسوم اللي هي هزيله، ما ثمن حتى نقدروا نقولوا حتى القاعه ديال الوطير، فما بالك الفنانين ولا الوطير لي شومبرو. بغض النظر على واحد الجهه اللي قدمت لنا دعم معنوي على الاقل، وما حطوش شرط، هذا هو اللي جاو، وما حطوش شي شروط. مؤسسه جا فورماتيك اللي كتواجد الحميد اللي قدموا لنا دعم معنوي وكانوا معنا في الخطوات من الاول حتى الاخر، اللي كانت كتنسق معهم الاخت والصديقه العزيزه ليلى وعزيز، المصممه اللي شاركت في عده ملتقيات وسهرت على سهرت على ميسكافطون في حقها، هو اللي عطى اضافه للمهرجان، زادوا واحد القوه، وكنشكرها من هذا المنبر هذا. وكنشكر كاع البنات العارضات اللي شاركوا معنا المتبريات، اللي فازوا واللي ما فازوش، كنشكركم من هذا المنبر، واللي فازوا كنتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم، وكنتمنى يخدموا باللقب ديالهم اللي توجوا به، وكنشكر البنات اللي ما فازوش، وكنقول لهم راه الطريق قدامكم، وراه ما كانش شي تفاوت كبير بين هذه وهذه، كان تفاوت صغير اللي بيناتهم، كلهم كانوا متربيات متخلقات، كانوا رائعات، وكنحييهم من هذا المنبر وكنقول لهم شكرا جزيلا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.